مساء الخير بنات، مساء النور. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب، ومرحبا بكم في القناه ديالي البسيطه والمتواضعه. اليوم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على انواع الكولاجين، الفوائد ديالو، الحقيقه ديالو، والانواع اللي متواجده في لي بارا فارماسي، والاثمنه ديالو. قبل ما نبدا الفيديو، كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. بالنسبه للمشاركين ديالي ما تبخلوش عليا بلا جيم. اولا، شنو هو الكولاجين؟ الكولاجين هو بروتين متواجد في انحاء معينه من الجسم ديالنا، خاصه في الانسجه الضامه الموجوده في الجلد، العضلات، العظام، الاسنان، الاظافر، الغضاريف، والاربطه والاوتار. المشكل ان انتاج ماده الكولاجين في الجسم بطريقه طبيعيه كتبدا تراجع من سن 30 سنه فما فوق، وكاين اسباب اخرى ما عندهاش علاقه بالسن وغادي نذكرها في اخر الفيديو. وكيرتبط ذكر الكولاجين اكثر بالوجه والبشره. الكولاجين عنده فوائد كبيره، خصوصا على مستوى الصحه. عنده علاقة كبيرة بجمالية الأسنان، بالمفاصل، وعنده كذلك علاقة كبيرة بجمالية البشرة والشعر. من بين فوائد ديال الكولاجين على البشرة أنه كيحافظ على مرونة البشرة، الإلاستيسيتي ديال الجلد، كيبين البشرة بشكل صحي، اللي عنده الخطوط الرافعة كيزولوا، التجاعيد العميقة ما كيزولوش ولكن بنسبه قليله كيخفافوا، كيحد كذلك من تساقط الشعر، كيقوي الاظافر، وكيخلي البشره نضره مشرقه وكيعطيها لمعان، كينفخ كذلك الخدود بحد نسبه قليله، وكيحسن من مظهر البشره والشعر اون جينيرال. المكملات الغذائيه اللي متواجده وعندها علاقه بجماليه البشره والشعر وممكن اننا ناخذهم كمكملات غذائيه، كاين الكولاجين البحري، الكولاجين البقري، الكولاجين ديال الدجاج، والكولاجين ديال الخنزير. احسن كولاجين وانقى كولاجين واغلى كولاجين هو الكولاجين البحري، وهو اللي كيتقبلوا الجسم اكثر وكيعطي نتائج اسرع. افضل منتجات الكولاجين اللي هما هاد لي سيبلومون اليمونتير، المكملات الغذائيه اللي كتصنعهم امريكا وبريطانيا واليابان، هادو من اجود المنتوجات. ولا مارك اللي ممكن انني ننصحكم بها هي هادي اللي كتشوفوا معايا على الشاشه ديال نيوسيل. والكولاجين البحري معروف بالثمن ديالو الغالي، وكلما زادت التركيزه ديالو اللي كتشوفوا الفوق على اليسار، كتكون تما التركيزه كتكون ب 7000 ميلي غرام، كتكون ب 2000 ميلي غرام، وكلما زادت التركيزه كلما كيكون الثمن ديال هذا الكولاجين غالي. وعاد فيه لاسيد هيالورونيك المعروف بالفوائد ديالو على البشره. النتائج ديالو كتبدا تبان من شهر حتى لشهر ونص، والمكونات ديالو فيه لا فيتامين سي، فيه النحاس، فيه البي 6، بي 12، المغنيسيوم، الزنك، وفيه السيليكون ديوكسيد. المكونات ديالو جد امنه. الثمن ديالو بالنسبه ل 120 كبسوله، الحجم الصغير 350 درهم. الطريقه ديال الاستعمال ديالو كيتخرج جوج المرات، جوج الحبات جوج المرات يوميا على معدة خاوية. والنوعية الثانية اللي هو الكولاجين البقري، الثمن ديالو ناقص ب50% على الكولاجين البحري، وكيبقى هذا الكولاجين هذا هو اللي في متناول ديال الأغلبية ديال الأخوات. الفوائد ديالو تقريبا نفس الفوائد، غير الإفيكاسيتي ديال الكولاجين البحري اكثر بكثير من هذا الكولاجين البقري. بالنسبه للاثمنه، 250 حبه ب 385 درهم، وبالنسبه للحجم الصغير 120 حبه 200 درهم. وبطبيعه الحال الاثمنه كتختلف من شبه صيدليه لاخرى.
وبزاف ديال الاخوات سولوني على كريمه الكولاجين، وهي هذه اللي كتشوفوا معايا على الشاشه. كريمه الكولاجين كتعطي حتى هي تقريبا نفس الفعاليه، غير بالنسبه للناس اللي عندهم التجاعيد العميقه، فبطبيعه الحال ما غاديش يبان لهم الفرق شاسع من الاستعمالات الاولى. بطبيعة الحال التجاعيد العميقه ما كتنفعش معهم الكريمات او السيرومات، ضروري من عمليه تجميل الحقن بالبوتوكس او الفيلر، هما اللي كيعطيو نتيجه واضحه. طريقه ديال الاستعمال ديال الكريم، كيتوضع جوج المرات كل يوم صباحا ومساء. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على كريمه الكولاجين واش كتنفخ الخدود، كتنفخ الخدود بواحد النسبه اللي هي قليله بزاف، ماشي زعما كتعمل واحد ليفي اللي هو ماجيك. الثمن ديال كريمه الكولاجين كتراوح من بين 160 درهم حتى 200 درهم، والاثمنه كما قلت لكم كتختلف. غير ردوا البال من التقليد، حيت هاد الكريمات هادو كيقلدوهم كيغشوا فيهم كيعاودوا فيهم البيع، وما كيعطيوش فعاليه، يعني خصكم تاخدوهم مصدر موثوق فيه. بالنسبه للمراه الحامل والمرضع، خاصها تاخذ الكولاجين تحت استشاره طبيه. لا فيديو كتسالى في هذا الاستاذ هذا، غير واحد النقط مهمه للناس اللي بغاو يزيدوا يستافدوا معايا يبقاو معايا، بغيت نقول لكم البنات بالنسبه الكولاجين ديال الدجاج اللي ما هضرتش عليه في الفيديو، داك الكولاجين عنده علاقه بالناس اللي عندهم الام ديال المفاصل، يعني ما عنده حتى شي علاقه بجماليه البشره. وكاين الكولاجين ديال الخنزير، هذاك حرام وعاد ما عنده حتى شي فائده نهائيا. وديما من بغيو ناخدو اي كولاجين نرد البال ميكونش فيه الخنزير، ميكونش فيه النشا، ميكونش فيه بعد الزوائد. وبالنسبه للمده ديال استعمال الكولاجين، شحال ممكن اننا نستعمله؟ وهنا واحد الاختلاف ما بين العلماء، كاين اللي كيقول ان الاستعمال لمده طويله ما عنده حتى شي اضرار ديال لي سيبلومون اليمونتير ديال الكولاجين، لي سيبلومون اليمونتير ماشي الكولاجين، هاد لي كريم اللي كتشوفوا معايا كنهضر على لي سيبلومون اليمونتير. كاين اللي كيقول ان الاستعمال ديالهم لمده طويله عندهم اضرار على الصحه، وشبهوا هاد لي سيبلومون اليمونتير ديال الكولاجين بحالو بحال الكورتيزون، واخا هو مادة طبيعية الا استعملناه في مدة طويلة ممكن انه يسببنا اضرار جانبية. هادشي كامل اللي قلت ما مأكدش، مازال ما بانش هاد الاعراض نهائيا. النتائج اللي كيعطيها هاد الكولاجين زوينة بزاف ومؤكدة، وهذه غير معلومة كنعرفها وضروري انني نحيدها من الرقابة ديالي. وديما كما كنقول لكم البنات، ضروري نحافظوا على البشره ديالنا، ديما تكون عنايه دائمه، نشربوا المياه بكثره، نتناولوا لا فيتامين سي بكثره اللي هو كيتعتبر بديل الكولاجين، ونكثروا من الخضروات الحمراء والسبانخ واللفت والثوم والاسماك، حيت هما كيحتويو على نسب عاليه من هذا الكولاجين الطبيعي. وضروري من ممارسة الرياضة بانتظام، ضروري من بعد على أشعة الشمس الضارة، وديما كما كنقول لكم من نجيو نخرجوا نوضعوا الواقي الشمسي ديالنا، ضروري من التغذية السليمة، ونعتني ونرطبوا البشرة ديالنا ديما ديما ديما. كانت هذه لا فيديو ديال اليوم البنات، الى عندكم شي تساؤل على هاد المنتوجات خليوهم لي في تعليق، وخليتكم بألف خير. السلام عليكم، باي باي.